حضراتكم مشاهدين الكرام، ومشهد سياسي جديد على الساحة الدولية. حوار اليوم يدور حول فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 شركات من تركيا وكازاخستان وأيضا الأردن. في هذا الإطار الاتحاد الأوروبي بيسعى إلى بلورة موقف موحد خلال اجتماعه خلال الفترة القادمة. من المقرر أن يكون هناك قمة خاصة بالاتحاد الأوروبي بيجتمع فيها رئيس أكثر من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم لبحث الكثير من النقاط أبرزها التوتر في منطقة شرق المتوسط. ده موضوع هذا الحوار، وفي نفس الوقت بنتابع مع حضراتكم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75. تابعنا الكثير من الكلمات، كلمة الرئيس الأمريكي، كلمة الرئيس الصيني، وأيضا بنتابع الكثير من الكلمات هذه القمة أو هذه الاجتماعات التي تتم عبر الفيديو كونفرنس. برحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار الأستاذ خالد الكيلاني، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ خالد منورني، أهلا وسهلا. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. ابقوا معنا مشاهدينا. للتهميم بخرق حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على فردين ليبيين وثلاث شركات مقرها تركيا والأردن وقزاخستان وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران، بعد أن عثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات. وتم فرض العقوبات على الشخصين بسبب ارتكابهما انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، في حين سيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل ولا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية. وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه القوائم الجديدة تظهر الاستخدام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام عقوباته وقدرته على الرد على تطوراته على الأرض لدعم العملية السياسية وردع الجناء السابقين والحاليين عن ارتكاب مزيد من الانتهاكات. وينفذ الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم إيريني مكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي، والتي سمحت بتوثيق كثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها. ويقول الدبلوماسيون في بروكسل إن هذه الانتهاكات تقود العملية السياسية الهادفة إلى وضع حد للنزاع في ليبيا. وفي 22 من أغسطس الماضي تم الإعلان عن وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحبت الأمم المتحدة يومها بالتوافق الهام بين الطرفين، كما أجرى أطراف النزاع مباحثات في المغرب قبل أسبوعين أعقبها اجتماع في سويسرا بين الأطراف الليبية. الماضي والتوجه لرقم الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على من جديد. ورحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب ضيفي في هذا الحوار الأستاذ خالد الكيلاني، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ خالد من جديد، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني الحوار بيركز على الملف الليبي بكل تأكيد. خلينا نتكلم في البداية عن موقف الاتحاد الأوروبي كما تراه من خلال الكثير من الأحداث التي تسبق هذا الاجتماع المقرر خلال الأسبوع القادم لدول الاتحاد الأوروبي. هو طبعا للأسف حتى الآن ما زال موقف الاتحاد الأوروبي موقف ضعيف، بسبب أنه في النهاية القرار بيصدر من 27 دولة، في اختلافات في الرؤى، في اختلافات في المصالح، يعني مصالح إيطاليا غير مصالح فرنسا غير مصالح ألمانيا مثلا على سبيل المثال. فبالتالي ما فيش قرار حاسم فيما يتعلق بالملف الليبي، وده اللي تسبب أنه حتى الآن ما زالت الفوضى ترزح في ليبيا منذ 9 سنوات حتى الآن. أعتقد نفس الخطأ ارتكب الاتحاد الأوروبي سابقا في سوريا، في على الأرض في ليبيا، كما كان برضو على الأرض في سوريا. أمريكا كانت تعمل في سوريا بشكل واضح، هي وروسيا وتركيا وإيران، لكن في ليبيا للأسف أمريكا تنحت جانبا مؤخرا، يعني في السنوات الأخيرة، وتمثلها على الأرض في ليبيا تركيا إلى حد كبير، روسيا موجودة أيضا، مصر موجودة بقوة بحكم الجوار وبحكم ليبيا عمق استراتيجي
لمصر ووجود أي أخطار إرهابية تهدد الأمن القومي المصري. الاتحاد الأوروبي للأسف تنبه مؤخرا لهذه المسألة، وخاصة بعد مؤتمر برلين في يناير الماضي اللي كان أهم مؤتمر لبحث القضية الليبية وتناولها من كافة الجوانب، وبدأت فرنسا بعدها في الاهتمام بشكل خاص لأنها وجدت أنه استمرار الميليشيات والمرتزقة في ليبيا لا يشكل فقط خطرا على الجوار الليبي ومنطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضا يشكل خطرا مستقبليا على أوروبا. وحصل خلاف ما بين فرنسا وإيطاليا في هذا الشأن. إيطاليا مصالحها في ليبيا مختلفة بحكم أنها مستعمر سابق لليبيا، مصالحها مختلفة عن مصالح فرنسا، ولكن إلى حد ما حدث نوع من التوافق مؤخرا ما بين إيطاليا وفرنسا. وظلت ألمانيا وهي القوة الأكبر في الاتحاد الأوروبي عسكريا واقتصاديا تنظر للأمر في ليبيا على أنه لا يشكل سوى خطرين فقط، هو توقف تدفق النفط والهجرة غير المشروعة. ولم تنظر أو لم تصل رؤية ألمانيا أو الإدارة الحاكمة في ألمانيا إلى الخطر الأكبر، وهو خطر وجود ميليشيات إرهابية في منطقة تصل إلى حوالي 2 مليون كيلومتر مربع، وانتشار هذه الميليشيات شمالا في أوروبا وتهديد خطر يهدد أوروبا، أو انتشارها جنوبا في منطقة الساحل، وهو الأمر الذي يهدد المصالح الفرنسية أكثر من أي شيء آخر. من هنا فإن يعني الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط هم 7 دول، ناخدهم من الغرب: برتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، مالطا، قبرص. اجتمعوا الاسبوع الماضي. عفوا للمقاطعه، بننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لمتابعه كلمه جنوب افريقيا في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده. سعاده رئيس الجمعيه العامه، سعاده الامين العام، اصحاب الجلاله والسمو والفخامه والدوله والمعالي والسياده والسعاده، حضره السيدات والساده، أبصرت الأمم المتحدة النور ل75 سنة خلت إذانا بنظام عالمي جديد تحقيقا للسلام في العالم، وانبلج بذلك فجر حقبة جديدة من التعاون العالمي أرسيت مدامكه غداة إحدى أحلك الفترات في تاريخ البشرية. ففي العام 1945 كان العالم يتخبط في أزمة، وكان منكبا على إحصاء الدمار والخراب والنهب الذي خلفته الحرب، وها نحن اليوم نواجه أزمة جديدة هي جائحة فيروس الكورونا. فقد حصدت الجائحة أرواح ما يقارب 1 مليون نسمة، كما عمقت المعاناة البشرية واقتلعت الكثيرين من ديارهم ودمرت مصادر الرزق وأغرقت الاقتصادات في لجة الاضطراب والتزعزع. ولكن وتماما كما انبرى مؤسسو الأمم المتحدة ذات يوم واتحدوا من أجل المصلحة العليا، فها نحن نقف تماما مثلهم اليوم لنتصدى لهذا الخطر الكبير. ففي خضم هذه الأزمة مدت شعوب عدة يد التضامن لشعوب أخرى في عالمنا، وشهدنا تعبئة كبرى للجهود على مستوى البشرية من الشمال إلى الجنوب، وشكلنا شراكات دولية جديدة لضمان توفير وصول متساو للتجهيزات والإمدادات الطبية، وأنشأت دول عدة نظم دعم اجتماعي موسعة لحماية المواطنين الذين هددت الجائحة وظائفهم وأعمالهم ومصادر رزقهم. واستجابتنا لجائحة الكوفيد 19 قد بيّنت المستويات التي يمكن بلوغها حين نعمل معا بروح من الصداقة والتضامن. وإن كان لنا أن نبني مستقبلا مشتركا وجامعا غداة
جائحة الكوفيد 19، فإنما التضامن هذا هو ما يجب أن يبقى ويستمر. وكما قال نيلسون مانديلا، أقتبس، إن التضامن بين البشر والاهتمام ببعضنا البعض هما ما ينبغي أن يشكلا نواد القيم التي بها نهتدي جميعا. نهاية الاقتباس. وفي القارة الأفريقية جاءت استجابتنا وتصدينا للجائحة سريعة وفعالة، فإذ لدينا استراتيجية على مستوى القارة لمكافحة الجائحة بدفع من الجماعات الاقتصادية الإقليمية. أما الاتحاد الأفريقي فقد أنشأ صندوق استجابة للكوفيد 19 وأطلق منصة أفريقية للإمدادات الطبية ضمانا لوصول كل بلداننا للمعدات والإمدادات اللازمة، بيد أن الجائحة أحدثت انتكاسة في تطلعاتنا التنموية، وذلك لاضطرارنا إلى إعادة توجيه ما أتيح لنا من موارد نحو توفير في لمكافحة الجائحة بدلا من توفير المأوى والرعاية الصحية والمياه والإصحاح والتعليم لشعوبنا. وعندما ألقى الأمين العام أنطونيو غوتيريش المحاضرة السنوية 18 حول نيلسون مانديلا في يوليو تموز 2020، دعا دول العالم إلى إبرام عقد اجتماعي جديد واتفاق عالمي جديد، وقال فيما قاله إنه لابد وأن نخلق فرصا متكافئة للجميع. وقال أيضا بضرورة الدفع باتجاه قيام منظومة تجارية متعددة الأطراف أكثر توازنا، ونادى بهندسة الديون، بإصلاح هندسة الديون، وبضرورة تأمين وصول أكبر للاعتمادات المعقولة الكلفة في البلدان النامية، وهو نداء تتبناه جنوب أفريقيا بالكامل. وانطلاقا من روح هذا الاتفاق العالمي، ندعو الأسرة الدولية وشركائنا الدوليين إلى دعم حزمة من المحفزات الشاملة لأفريقيا، بما يمكن البلدان الأفريقية ليس فقط من الحد من آثار الصحية المترتبة على الكوفيد 19، بل ما من شأنه أن يساعدنا في المهمة الهائلة المتمثلة بإعادة بناء اقتصاداتنا المتداعية. ولضمان ألا يترك أي بلد جانبا، نكرر موقفنا وهو كاتحاد أفريقي والمتعلق بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن زيمبابوي والسودان للسماح لحكومتيهما بالاستجابة بالشكل المناسب للجائحة، كما ندعو إلى تعليق دفع الفوائد على ديون أفريقيا الخارجية والعامة. وكاتحاد أفريقي ما يشجعنا في ذلك هو تعاون المجموعة 20 وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة بغية إيجاد حلول لتحقيق لاستدامة الديون في البلدان النامية. وتلك الجائحة قد سلطت الضوء على مدى أهمية التحرك العاجل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الأول منها، ألا وهو وضع حد للفقر بأشكاله كافة وفي كل مكان. وإلى حين نستأصل الفقر العالمي فإننا سنبقى على الدوام قاصرين عن تجسيد رؤية الآباء المؤسسين للأمم المتحدة، ولابد من توسيع نطاق الفرص الاقتصادية لشعوبنا كافة، ولا سيما لشبابنا وللنساء وللأشخاص الذين هم الحلقة الأضعف. ويجب أن نستشرف سبل إعادة توزيع وسائل الدفع بتحقيق ازدهار مشترك ومعالجة هذا الجانب، ويجب أن نعمل حثيثا على اجتثاث الفساد الذي يحرم شعوبنا من الفرص والخدمات التي تشكل حقا لهم. وعلينا أن نرتقي إلى مستوى الطموح الداعي لأن يوفر لكل رجل وامرأة وطفل فرص متكافئة ومستقبل أفضل، ونتطلع إلى مستقبل
خال من الجوع والمرض وعدم الأمان والحرب إلى عالم يؤكد على كرامة الجميع وقيمة الجميع بمعزل عن انتمائهم وبمعزل عن جنسهم وإثنيتهم وميولهم الجنسية وانتماءاتهم الدينية أو ظروفهم الاجتماعية. والعام 2020 سيبقى عاما نستذكره لما أحدثه من دفع لحدود العنصرية تحت مظلة حركة Black Lives Matter أو حياة السود مهمة. وكبلد عانى الأمرين من العنصرية المؤسسية تدعم جنوب أفريقيا المطالب الداعية إلى التحرك العاجل ضد العنصرية أيا كان شكلها، سواء ارتكبها أفراد أو شركات أو مسؤولون أو دول. وجنوب أفريقيا تدعو الأمم المتحدة إلى أن لا تدخر جهدا في سبيل وضع حد للأذى ولعدم التسامح بأشكاله كافة، وأن وجد، وبكلمات الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور أقتبس، إن انعدام العدالة في أي مكان لهو خطر على العدالة في كل مكان. نهاية الاقتباس. وإذ نحتفل بالذكرى 25 لاعتماد خطة عمل بيجين، لابد من تكثيف جهودنا لتمكين المرأة والفتاة. فمن حق المرأة والفتاة أن يكن مشاركات على قدم المساواة في أماكن العمل وفي الحياة السياسية وصنع القرار وفي الاقتصاد وفي الاستفادة من التعليم ومن تحقيق مكان لهن في المجتمع ككل. وجنوب أفريقيا تعتز بأن تكون عضوا في حملة تحقيق المساواة بين الأجيال التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي أولت الأولوية لاستئصال العنف المستند إلى الجنس ولقتل النساء والفتيات. وعلى مستوى القارة نعمل على وضع اللمسات الأخيرة وعلى اعتماد اتفاقية للاتحاد الأفريقي حول مكافحة العنف ضد المرأة خلال هذه السنة. ودول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تتخذ تدابير لتعزيز الإدماج المالي وتحقيق الاشتراء التفضيلي واتفاقات إبرام، اتفاقات التجارة التفضيلية للنساء. وكدول أفريقية نواصل جهودنا لإخماد أصوات المدافع مرة نهائية بشكل نهائي من خلال تسوية النزاعات وبناء السلام والتعاون بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. قد أسهم في تحسين السلام والأمن في منطقة دارفور في السودان وفي جنوب السودان والصومال ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. ومن المفيد جدا مؤسسة هذا التعاون بحيث تعالج مسألة تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتحل هذه المعضلة. وجنوب أفريقيا تخدم في إطار السنة الثانية كعضو غير دائم منتخب في مجلس الأمن. وقد استفدنا من ولايتنا تلك لتعزيز السلام والأمن الدوليين خلال المنادات بالتسوية السلمية للنزاعات وبالحوار الجامع. والتشكيلة الراهنة لمجلس الأمن لا تعكس العالم الذي نعيش فيه. ففي هذه الذكرى 75 للأمم المتحدة نكرر نداءنا الداعي إلى تمثيل أكبر للبلدان الأفريقية في مجلس الأمن وإلى خوض مفاوضات الحكومية الدولية بروح من الإلحاح. ومن خلال مجلس أمن جامع وخاضع للإصلاح سنتمكن من حل النزاعات التي طال أمدها في العالم بشكل جماعي. وإذ نحتفل بتأسيس منظمتنا المكرسة للعدالة والحرية، فأن شعب فلسطين والصحراء الغربية لا يزالان يعيشان تحت الاحتلال. بالتالي نكرر نداءنا الداعي إلى وضع حد للاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، وننادي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وندعو إلى رفع الحظر والحصار عن كوبا. أيها الحفل الكريم، لا خيار أمامنا سوى العمل يدا بيد للتصدي لأزمة تغير المناخ. وإذ نعود إلى البناء غداة هذه الجائحة،
أمامنا فرصة لوضع الاقتصاد العالمي على مسار تنموي قوامه تخفيف انبعاثات الكربون، ويجب أن ندفع بمبادئ الاقتصادات الخضراء والدائرية، ليس لما فيه مصلحة الاستدامة البيئية فحسب، ولكن أيضا لما ينطوي عليه ذلك من فرص لخلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي. وجهود التعافي العالمية يجب أن تدرج تغير المناخ والتكيف معه والحد من آثاره، و تقديم الدعم في هذا المجال في صلب أولوياتها، عملا باتفاق باريس وبسائر الالتزامات البيئية المتعددة الأطراف، وكما فعل مؤسسو الأمم المتحدة حين وقفوا على منعطف في العام 1945. هذا ما ينبغي علينا. طبعا مع حضراتكم مشاهدين الكرام جانبا من كلمة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، ركز فيها على أن جائحة كورونا كانت لها الكثير من الأثار المدمرة، سواء من ناحية الوفيات أو الأثار الاقتصادية المدمرة، وأكد على أهمية التضامن الإفريقي والعربي والدولي لمواجهة هذه الجائحة بشكل كبير، وأكد أن القارة الإفريقية تصدت للجائحة سريعا، والاتحاد الإفريقي أنشأ صندوق استجابة، ولكن الجائحة كما أكد أحدثت انتكاسة في التطلعات التنموية في القارة الإفريقية، نظرا لتحويل الكثير من الاعتمادات التي كانت موجهة للكثير من القطاعات إلى الشؤون الصحية. وأكد أنه أيضا هناك مطالب للاتحاد الإفريقي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وزيمبابوي، وأيضا طالب المؤسسات المالية الدولية بتأجيل دفع الفوائد المتعلقة بالقروض الموجودة على الدول الإفريقية، والكثير من النقاط التي طرحها في كلمته. برجع مع حضراتكم لضيفي في هذا الحوار الأستاذ خالد الكيلاني الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ خالد مجددا أهلا وسهلا. أهلا بك فندم. هذه كانت كلمة جنوب أفريقيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز النقاط التي يمكن التركيز عليها من وجهة نظرك. يهمني بس الأول أن أؤكد أنه كلمة رامافوزا الرئيس رامافوزا لم تكن فقط بصفته رئيسا لجنوب أفريقيا، ولكن كان رئيسا الاتحاد الإفريقي في هذه الدورة اللي استلم من مصر مباشرة رئيس الاتحاد الإفريقي. الحقيقة كانت كلمة متوازنة جدا، وحمل هموم القارة الإفريقية، ويعني فعلا هو بصدق قال أنه ربما حتى الآن قارة إفريقيا أقل القارات تضررا من جراء فيروس كورونا، سواء كانت الأسباب دي بيئية ولا بيولوجية، لكن بالحقيقة بالفعل أنه كان متوقع أنه تبقى باعتبارها القارة الأفقر في العالم تبقى أكثر القارات تضررا، لكن الحمد لله، وده يعني حاجة من عند ربنا ما حدش عارف لها سبب حتى الآن، إحنا أقل القارات تضررا من فيروس كورونا. يعني في بعض الدول طبعا زي مصر طبعا على رأس الدول الإفريقية اللي قامت بجهود كبيرة لمواجهة الفيروس، لكن الحقيقة في دول كتير في أفريقيا يعني ما فيهاش إصابات كتير ولا وفيات من غير ما تعمل حاجة، من غير ما تقوم بجهود، لأن ما عندهاش، لأن المنظومات الصحية في دول كبرى ودول عظمى انهارت. فاحنا بنتكلم عن الدول الأفريقية ما فيهاش منظومات صحية من الأساس يعني، فكيف كان الحال لو أن الجائحة كانت شديدة عندنا؟ فالحمد لله ربنا ستر. الحاجة الثانية الحقيقة مطالب مشروعة برفع العقوبات عن السودان، لأن عقوبات على السودان لها أكثر من 20 سنة الآن، حوالي ربع قرن، وبلد بيئن، وخاصة في ظل ظروف الفيضانات الفظيعة اللي حصلت الأيام الأخيرة، فمحتاج فعلا رفع العقوبات، ومحتاج أيضا دعم دولي في تلافي خسائر هذه الفيضانات، لأن في محطات كهرباء توقفت، في محطات مياه أتلفت، في حوالي 16 ولاية تضررت، في حوالي 300 ألف مواطن أصبحوا بلا مأوى وتشردوا نتيجة الفيضانات. وأخيرا يعني السودان قدمت كل ما يمكن أن تقدمه من أجل رفع العقوبات. صحيح. والآن الكرة في ملعب أمريكا اللي هي الدولة العظمى التي كانت السبب في وضع العقوبات على السودان، أيضا نفس الحال في زيمبابوي، طلب أيضا زي ما قلت حضرتك يعني بتأجيل أقساط القروض
القارة الإفريقية فوائد القروض آسف. القارة الإفريقية من أكثر القارات المدينة في العالم، رغم إن هي أكثر القارات التي بها خيرات في العالم، لكن للأسف الشديد لظروف كثيرة جدا، ظروف اضطرابات وظروف عدم استقرار سياسي وظروف أيضا عوائق اقتصادية وفساد مش عارفة تستغل مواردها ثرواتها الطبيعية لاستغلال أمثل. أنا الآن للعالم أنه يتجه إلى أفريقيا لمساعدتها، لأنه هذه الثروات هتفيد العالم كله مش هتفيد أفريقيا بس. وبنقول للعالم من خلال قناة النيل الأخبار، الثروات الطبيعية مش نفط وغاز بس، أيضا في ثروات طبيعية أهم بكثير من النفط والغاز. أفريقيا الأولى في العالم في اليورانيوم، أفريقيا الأولى في العالم في الفوسفات، أفريقيا الأولى في العالم في كثير من الثروات المعدنية التي يمكن عند استغلالها للاستغلال الأمثل أن تفيد العالم كله أجمعين. الحقيقة كمان كان في العديد من التصريحات المهمة في كلمات الرؤساء في اجتماعات هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، هنستعرضها تباعا. ولكن برجع مع حضرتك لموضوعنا الأساسي في هذا الحوار اللي هو متعلق بالصراع أو التوتر في منطقة شرق المتوسط. كان في تصريحات فرنسية شديدة اللهجة، آخرها تصريح الرئيس الفرنسي أن تركيا لم تعد شريكا للاتحاد الأوروبي في منطقة شرق المتوسط. في رأيك يعني كيف تقرأ هذه التصريحات الفرنسية، الموقف الفرنسي من التوتر في منطقة شرق المتوسط، وإلى أي مدى يمكن أن تلعب دور مؤثر فرنسا في هذه الأزمة؟ هو تصريح الرئيس الفرنسي ليس جديدا في الحقيقة، هو يتجدد يوميا، لكن هو تصريح قديم منذ أن تم الاعتداء على البارجة الفرنسية من طرف أو من طرف البحرية التركية، ومنعها من تنفيذ ما يسمى بخطة إيريني لمراقبة حظر السلاح المورد إلى ليبيا، لأنه أكثر دولة بتنتهك هذا الحظر تركيا. وحتى حضرتك لما ذكرت الشركات الثلاث اللي جنسيتها واحدة كازاخستانية وواحدة أردنية وواحدة تركية، هي شركات للنقل فقط، لكن لم يتعمق القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي لمعرفة مصدر هذا السلاح ونوعيته وكمياته التي دخلت إلى ليبيا، وخاصة في الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس، شهر أغسطس الماضي، أغسطس 2020، لأنه هذه أكبر فترة تم إدخال كميات من السلاح والمرتزقة إلى ليبيا عن طريق تركيا. حقيقة العالم كله يعلم أنه تركيا هي البلد الوحيد المستفيد من إدخال السلاح إلى طرف من الأطراف في ليبيا وإدخال المرتزقة إلى هذا الطرف، في الوقت الذي تلتزم دول العالم كلها بالحظر على الجيش الوطني الليبي اللي هو الجيش الشرعي الوحيد في ليبيا، الذي يعني أقر له بهذا الأمر بحماية الأرض الليبية من مجلس النواب الشرعي، لأنه الوحيد الشرعي الآن في ليبيا. نرجع بقى لموضوع شرق المتوسط. كنا بنقول قبل ما نطلع للاجتماعات الجمعية العامة أنه حصل اجتماع لسبع دول متشاطئة مع البحر المتوسط الجنوبية، يعني الدول الجنوبية في أوروبا اللي هي البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان ومالطا وقبرص، لبحث يعني المطامع التركية في منطقة شرق المتوسط. وهم في الحقيقة وصلوا إلى حل أنه لا يمكن التعاون الأوروبي مع تركيا أن يستمر، ولا بد من أخذ موقف حاسم في الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا. وعرضوا هذا الأمر على المجلس الأوروبي الذي سوف ينعقد يومي 24 و25 أغسطس سبتمبر الجاري، والذي سوف يسبق اجتماعات القمة الأوروبية اللي هتبقى في مطلع الأسبوع القادم، وطلبوا باتخاذ موقف حاسم ويعني قابل للتنفيذ، يعني آلية قابلة للتنفيذ لمعاقبة تركيا، لأنهم يعني وجدوا أن تركيا لها مطامع اقتصادية وأطماع بلا حدود. الحقيقة أطماع بلا حدود، وده بتشير للاتفاقية الغير مشروعة اللي وقعها مع السراج اللي قدم استقالته منذ فترة، واللي طلع امبارح وزير الخارجية تشاوش أوغلو انه قال، وقال وزير الخارجية التركي انه حتى لو السيد السراج
رئيس الحكومة الليبية قدم استقالته، لكن الاتفاقيات بيننا وبينه سوف تظل ستبقى نافذة. الجانب الآخر أنه الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا واليونان تنبهوا إلى أنه تركيا بتحاول استعادة ما يسمى بالأطماع العثمانية والاستعمار العثماني في منطقة شمال إفريقيا، اللي كان فترة من الفترات ممتدة حتى الجزائر يعني. فتنبهوا إلى هذه المسألة، وكان خطاب إردوغان الحقيقة كان حاسم في هذا الأمر في أثناء افتتاح مسجد أو متحف آيا صوفيا اللي حوله في حركة مسرحية إلى مسجد، لما قال إنه تركيا تولد من جديد وتعود إلى تركيا التي كانت، وهو يقصد تركيا العثمانية قبل سنة 23 بالضبط قبل اتفاقية لوزان. فالأمر الآن أصبح بيشكل خطر على المنطقة كلها، مش بس مصر ولا تونس ولا الجزائر الدول المحيطة بليبيا، أصبح يشكل خطر على العالم كله وفي القلب منه القارة الأوروبية. لما نلاقي أنه سيد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا بيحتفظ ب 3.6 مليون يعني لاجئ ليبي على الحدود الغربية لتركيا لاستخدامهم في الوقت المناسب للحدود الغربية لتركيا اللي هي الحدود مع اليونان بالزبط. الحدود مع أوروبا، لاستخدامهم في الوقت المناسب لتهديد الأوروبيين بأننا حطلق عليكم جحافل من اللاجئين مش هتقدروا إيه تتعاملوا معهم. فيعني ده ابتزاز، نوع من الابتزاز الرخيص للأسف الشديد بيستخدمه، والمناورات اللي حاول يعملها والسفن التنقيب والتحرش بقبرص اليونانية والتحرش باليونان أيضا بالبحرية اليونانية أكثر من مرة والتهديد المتكرر لليونان وقبرص، هي هذا الرجل يجب أن أو هذا النظام يجب أن يعني يوضع له حد لاعتداءاته والأطماع. يعني في ظل ما ذكرته من متغيرات، هناك الكثير من الأوراق الاستفزازية إنجاز التعبير التي يلعب بها أردوغان مع الاتحاد الأوروبي، كما ذكرت موضوع اللاجئين، الاستفزازات البحرية من خلال المناورات، الأطماع، شخصية الرجل في حد ذاته. يعني في ضوء هذه الأمور، توقعاتك لنتائج قمة الاتحاد الأوروبي المتوقعة، وإلى أي مدى يمكن أن يكون هناك رد قوي من جانب دول الاتحاد الأوروبي على هذه الاستفزازات التركية؟ هو أنا زي ما سبق أن ذكرت لحضرتك أنه أنت بتتكلم عن قرار يصدر من 27 دولة وللأسف القرار الأوروبي ظل لحوالي نصف قرن تقريبا مرهونا بالقرار الأمريكي. فأنا شايف أنه يعني القرار الأوروبي حتى لو كان عندهم موقف حاسم تجاه تركيا سوف يكون مرهونا في النهاية بمدى موقف أمريكا. أمريكا موقفها معروف إنها يعني تركيا تمثلها في العلن، يعني وإنه تركيا تنفذ الأجندة. أي بس هنا الخطر بيهدد الدول الأوروبية بشكل مباشر، وأنت تعلم أكثر مني التوترات الموجودة بين معظم دول القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في حد ذاتها. لكنه لا يمثل خطرا ليهدد أمريكا، ودي مشكلة يعني. لكن الآن في بوادر لعودة أمريكا من خلال الاتفاق الجديد اللي بيتم صياغته سواء في بوزنيقة في المغرب أو في جنيف بعد كده لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة في ليبيا. أنا أعتقد أنه أمريكا بدأت تعود الآن إلى الملف الليبي. لكن الخطر اللي يهدد أوروبا ليس فقط فيما يتعلق بملف ليبيا، ولكن خطر تركيا في أطماعها أيضا في شرق المتوسط وفي الغاز. وأنا أعتقد أنه أوروبا سوف تتخذ موقفا من تركيا أن توقف معها أي تعاون، وطبعا توقف فكرة بحث انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وأعتقد أنه أيضا ربما تتخذ القمة الأوروبية القادمة قرارا بمساندة اليونان وقبرص عسكريا تجاه أي اعتداءات، وده القرار الحاسم في رأيي الذي يجب أن يتخذ في مساندة اليونان وقبرص تجاه أي اعتداءات محتملة من العسكرية التركية. لأنه طبعا اليونان دولة صغيرة وقبرص دولة أصغر منها، وهم يواجهوا جيش هو واحد من أقوى الجيوش في الشرق الأوسط،
وترتيبه تقريبا ال 13، الجيش المصري التاسع هو ال 13، فهو جيش طيب لحد سريعا كده في دقيقة ممكن ان يهدد اليونان وتركيا وقبرص اسيا. سريعا في دقيقة، حضرتك شفت ازاي استقالة السيد فايز السراج؟ هل هناك في تقديرك هيكون في مجلس رئاسي جديد ام انها منورة بشكل مختلف لإعادة ترتيب الاوراق بالاتفاق مع تركيا؟ هو جزء طبعا منها مناورة بالاتفاق مع تركيا، لأن تركيا الآن بدأت وقد تكون أيضا مناورة من السراج نفسه للضغط على تركيا، لأنها مالت إلى أو النظام التركي مال إلى يعني استبدال السراج باعتباره أصبح ورقة محروقة بفتح بشغل وكان وزير الداخلية. حضرتك شفت أنه إزاي هو أقاله صحيح. ثم عاد يعني في موكب المنتصرين بعد أن ذهب إلى تركيا وعاد وثبتته تركيا في موقعه مرة أخرى وتم إعادته إلى الموقع الوزاري وأصبح وزير الداخلية. الآن تركيا بتلعب بورقة فتح بشغة، لكن الجديد بقى أنه نائب رئيس المجلس الرئاسي اللي هو أحمد معتيق يعني أصبح غير واثق في التدخلات التركية، وأصبح يعني في ضجر شعبي من التدخلات التركية في ليبيا، وفي كمان مشكلة أيضا نتجت عن الاتفاق الأخير اللي تم ما بين رئيس مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي اللي نتج عنه وقف يعني ضخ إعادة ضخ النفط لمدة شهر. هو طبعا القرار كان إعادة ضخ النفط، لكن رئيس الجيش قائد الجيش الوطني السيد خليفة حفتر قال له شهر واحد فقط، وإنه العائدات لن تذهب إلى المصرف المركزي البنك المركزي الليبي، ولكنها سوف توضع في حساب خاص، وده بيشكل مشكلة الحقيقة للحكومة الحالية حكومة طرابلس، لأنه كان بينفق على المرتزقة اللي بتجيبهم تركيا وعلى الحكومة التركية نفسها من هذه العائدات، ف يعني عدم وجود عائدات للإنفاق بيسبب ارتباك للمشهد داخل المنطقة الغربية وداخل طرابلس، لأنه مفيش فلوس هتعطى للمرتزقة. فشهدنا الآن عودة جزء كبير منهم إلى سوريا والعراق مرة أخرى. أنا رأيي أنه في مشهد جديد يتشكل في ليبيا، لكن أيضا وأرجو أن أكون مخطئ، ليبيا في اتجاهها إلى التقسيم، ويعني أرجو أن يعني نتمنى جميعا ذلك. أنا بشكرك جدا وعفو للمقاطعة، بشكرك شرفتني بكل هذه المعلومات القيمة. أشكرك الأستاذ خالد الكيلاني الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير. متابعات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها 75 تتواصل مع حضرتكم بعد قليل، في أمان الله.